لتفاصيل اخبارنا، واكيد هنبدا من عند بعثه فريقنا. بعثه فريقنا الحمد لله وصلت امبارح بالليل لتونس، وكان في استقبال حافل جدا في تونس، بدايه من حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي اللي حرص على استقبال بعثه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي فور وصولها الى مطار قرطاج الدولي في تونس العاصمه. ورحب رئيس نادي الترجي ببعثة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب رئيس بعثة النادي الأهلي اللي وصلت إلى تونس في ظل العلاقات القوية بين الناديين، وكمان وجود السفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس حرص على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. طبعا فور وصولهم إلى مطار قرطاج الدولي بتونس كان حرص سفير مصر وعدد من طاقم السفارة على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها، ورحبوا بالكابتن محمود الخطيب وكذلك الجهاد الفني واللاعبين والإداريين. والتأكيد طبعا من انتهاء كافة إجراءات الوصول قبل التحرك لفندق الإقامة. وصلت بعثة الأهلي إلى مطار قرطاج بعد رحلة يعني تقريبا ما يزيد عن 3 ساعات الرحلة. وأنا هنا قاصد أتكلم عن استقبال النادي الأهلي قبل ما أتكلم عن استعداد النادي الأهلي للمباراة، عشان في حاجات ممكن الناس ما تاخدش بالها منها. الأهلي دايما علاقته طيبة جدا بجميع الأندية الشقيقة في تونس والمغرب والجزائر وليبيا وأي دولة عربية شقيقة، وكمان سواء في أفريقيا أو آسيا أو حتى في جنوب أفريقيا ودول أفريقيا السمراء الجميلة كلها بالكامل. يعني ده لأن الأهلي هو كبير القارة وهو ممثل لمصر في المحافل الأفريقية، ودايما بيكون سباق بالاستقبال الأفضل لأي نادي بيجي لعبنا هنا في مصر، وعشان كده بنلاقي دايما الأهلي بيتم استقباله أحسن استقبال في أي مكان بيروحه. كمان العلاقة التاريخية بين الأهلي والترجي التونسي دايما بتتميز بالمنافسة الشريفة على أرض الملعب والعلاقات خارج المستطيل الأخضر ودية جدا زي ما حضراتكم شايفين يعني، وده مكسبنا من الرياضة. دايما وجهة النادي الأهلي أو وجهة النادي الأهلي وجهة مشرفة لبلدنا قبل كمان ما نكون بناخد بطولات وقبل ما نكون بننافس على البطولات ودايما في النهائيات، لكن دايما النادي الأهلي وجهة مشرفة لمصر. كمان السفارة المصرية في تونس ومعالي السفير إيهاب فهمي دايما عنده حرص على استقبال النادي الأهلي وتوفير كل سبل الراحة للبعثة لأداء مهمته والنجاح فيها. الاحترام المتبادل مع كل الفرق هو ده منهج النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب اللي حرص على رئاسة البعثة رغم تحذير الأطباء في الفترة الأخيرة. طبعا كلنا عارفين الحالة الصحية لكابتن محمود الخطيب، لكن دايما في الموعد ودايما المواعيد الكبيرة لازم تلاقي كابتن محمود الخطيب في ظهر فريقه هو ومجلس الإدارة بالكامل. الواحد بيكون مبسوط الحقيقة وفخور لما بيشوف الكابتن محمود الخطيب واستقبال بعثة النادي الأهلي سواء من رئيس نادي الترجي السيد حمدي المؤدب أو من السفارة المصرية. ده المنظر اللي الواحد بيبقى فرحان بيه وفخور بيه إن هو مشجع لهذا النادي العظيم وهذا الكيان الكبير. طبعا مش عايز أقول إن احنا ده العادي بتاعنا، بس لا، احنا العادي ان احنا بنستقبل الأندية احسن استقبال وتكون المعاملة بالمثل دايما. الاحترام بيلاقي الاحترام، ده في اي مجال في اي شيء، فما بالك بقى الرياضة اللي هي اصلا الاساس فيها الروح الرياضية المحترمة الجميلة بين كل الأندية. الاهلي كبير افريقيا لا شك في ذلك، ودايما بيلقى الترحاب في كل البلاد اللي بيروحها سواء في افريقيا او في غير افريقيا. دايما وجود النادي الاهلي بيصنع بهجة في المكان اللي بيروحه، مشجعي النادي الاهلي موجودين في كل مكان. يمكن العلاقه التاريخيه بين النادي الاهلي والنادي الترجي التونسي علاقه تاريخيه جماهيريا واداريا، وطبعا في الملعب المنافسه الشريفه الفرقتين من اكبر الفرق في افريقيا يعني، فده هيخلينا نستمتع باجواء صحيه لمنافسه شريفه سواء في مصر او في تونس. يعني المباراه الاولانيه في تونس هنشوف منافسه شريفه بدات من ان المطار الاستقبال فيه كان نموذجي. هنا ده يهيئ المناخ الرياضي والمنافسة الشريفة ان انت هتشوف مباراة رياضيا خلاص بعيد بقى عن الناحية الروح الرياضية والاستقبال والكلام ده شفناه على اكمل وجه الحقيقة يعني، وهيتردد في مصر طبعا يعني. لكن المنافسة الشريفة المباراة مش سهلة، مباراة قوية، ودايما مباراة الاهلي والفرق التونسية عموما وخصوصا الترجي ليها طابع خاص.